never would have. هاي بيبي. شو هالجمال والحلاوة؟ نعيمة. ياسين عليك. أنت ليه هلا بالبيجامة حبيبي؟ بكي. لك شو بكي؟ ما تقول إلا إجا. يا خلص هلا بقوم غير ثيابي. شو الحلاوة هاي؟ تقبرني. زول شو بيبي؟ شو؟ هلا أنا بدي فوت أعمل ميك أب وبدي ألبس. فيعني أنت روح شيك على الضيافة مشان إذا ناقصنا شيء تلحق تجيبه من السوق. ما حلوة أبداً، ما حلوة يجي لعنا الفنان وزينة ويطلع من عنا هيك عينه بشي أو ناقص عليه شيء. عيب مشان الواجب والأصول. دخيل الأصول أنا. حياتي ليكي، والله أنا مالي غيرك، لازم أسألك سؤال كتير محيرني. اليوم بده يجي لعنا أزينة، عرفتي؟ إيه، فأنا محتارة شو بدي ألبس. فستان؟ هلأ أنا فكرت فيها، بس بركي قال لحاله شايفته ومالا مصدقة. يعني إيه، بس بنطلون وكنزة، يعني هيك كأني عم بقلل من قيمته. بتعرفي شو؟ ولا لقلك خلص، ليكي أنا رح نقي وبرجع بخبرك شو بدي ألبس. إيه؟ يلا باي. بعد زمان. أهلا بالحبيب. كنت شاكك تجي اليوم، بس الحمد لله ها ما خجلتني. لك يا حبيبي ليش في بالعادة خجلة؟ لا ما في بالعادة، بس يوم عيد ميلادي معزمنا العالم وقلنالهم جاي وزينا اجيت، بس بعد 9 أشهر. قضي لي إياها معاتبي على الباب كعادتك، خلينا نفوت نشوف التغييرات. وين الكركبة؟ وين الوسط؟ ما في كركبة. بين زوج المدام كبير ما شاء الله. وين المدام؟ لا تكون ما أنك متجوز وجبتني هي. مدام تلولا أستاذ زين أكيد غني عن التعريف. بونسوار. بونسوار. كيفك؟ وزينة العليا. بعرف. تشرفنا بحضرتك. أنا اللي تشرفت. كل عمري بعرف إنه قصي مزوي، بس ما تخيلت لهالدرجة. مرسي. تسمحي لي. إن شاء الله ألف مبروك. ما في شيء من قيمتك. واو كتير حلو، ميرسي. ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيك. تفضل. شكرا. تفضل تفضل. قصي الحقني. على اذنك دقيقتين. يلا ولا يهمك. شو عم بصير معك؟ اه شو عم بصير؟ نعوجت امك؟ يا ميرسي ومدري شو؟ انا هي بيبي. معقول هو كمان شو مزوي؟ يا خاتم ده، يا خاتم ده. لك انا كان بكفيني بس انه يجي لعنا يزورنا وتعرف عليه هيك فيس تو فيس. يا الله شو مزوي هالانسان. بيبي هدير شو؟ خلينا نعمل له العشاء ونرتب كل شيء مشان نقدر نقعد معه يعني هيك وقت اطول. وحذر شو؟ ما تقعد تهلكوا هلا بقصص الصحافة. إذا بتريد جاي لعنا بصفة رسمية، يعني حابب بتعرف علينا بتعرف عليه، يعني مو ضروري تهلكوا بقصص الشغل. عرفت علي شلون؟ خلص خلص خلص. هلا وين حط الغراب؟ يلا الحقني لك. الله يرحم أيام زمان، قديش كنت أعلمه على هذا العود؟ لساته عندك العود؟ طبعا، يمكن صار لي 2 سنين مو داقه. ليش قيمت انت لقيته؟ ليش تعرف تعزف؟ انا ما بعرف اعزف. خلص لك الا 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 قديش انا كنت اعلمها. حاجة تعمل حالك قدام مرتك فنان وعظيم. على فكره مدام انا زعلان من قصي. ليه؟ رح خبرك ليه. انا وياه عشره عمر وكل العالم بيعرفوا انه قصي بيكتب احلى اغاني واحلى اشعار، ولا مره دق لي قال لي يا رفيقي يا حبيبي يا ازينه خذ هالغنيه غنيها وكسر الدنيا. ازينه انت بتعرفني، انا بحياتي ما حكيت مع حدا مشان الشغل. حبيبي نحن رفقات واخوات، شو خص الشغل؟ طب بلكي ما عجبتك الكلمات وزينة، يعني بلكي انحرجت مني، شو بدي اكون موقفي انا؟ خلص صار الموضوع عندي، اليوم ما رح يخليه ينام الا وما يكون كاتب لك 5 أغاني غير شكل. لك يا عمري، في حدا بصح له يكتب للفنان النجم وزينة وما بيكتب له؟
بلكي ما عجبوه. اسمعي هالغنية والموال اللي كتب لي اياهم قبل ما صير مطرب، ولحد الان كل حفله بغنيهم. قال ما يعجبني، قال يمكن بده شويه دوزان كونه. يا عايش بقلبي وانت بعيد، ضاع الصدى وما عاد في اسمعه، عيني شو بعد بدك من غرام تستفيد، ما ضل عندي عمر تعيش معاه، في بضاعتنا كون الديس كون الديس، شوق فيهم جاري جاري مستعليهم ما حسيت والله، مستعليهم ما حسيت والله، بلي معول في ساري علالة، بلي معول في ساري علالة، لا لا يا رو لا 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 يا قصي لا 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 لا، ومن شرات الغزالة يا خلي، من شرات الغزالة يا عمي. أنا بعتذر، بدي افتح الباب. ايه روحي روحي، الله ييسر لك. قد ايه حلوين هالكلمات.